بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيار تقيمها إيقايا له ملك استاد جوكتان وحاني كو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب ناكسن لما أصحابت ملك استاد جوكتان إلهي بي مهد السقناطي وحان ربي مانتا أرين جرتة أو تاغن أو بين أبور أيان ربا هالكا إن عاو مانتا كعب ديو إني أرين تسعيت هاي بين أن سل يخيات طورة لهيد سياد أكسون تهين لمنكي موريان تأهاي دلك قبصدي برع عدة ما أنت الثلاثة دلك كوها يسا أنو أوران مايو دادا بالدم جيد دهان الدم جيد أنو أوران مايو وكوح برع عدة هو دلك يدين تلو صدري دلك هنا قدرتي دين تير إبستي إسلام لما حتى أن لغو شكر لغن كود السدقوية أيا وحي باللابين مركي أي كفش المال وحول بطلاوة كست أي قادان أي كفش المال مال كست التقال أي عيب أي فضيحة كلاسو كل مال دلكنا أي إيبيونو أورو كان لي إيست أفريكان كيومينتي أي كإيبشين وأد أكسون تهي دل أن دستور كيسو دمستيرين أو قبيعة دل أن أمن يسو جانتي سكو هيسن أو عيدما أجنبي أي جوغان إني هشيسن عاس سوغران هدنا بارلمان كي أن هور جينين أو أن بارلمان كل هور دين وحاجر هشيسن بدل دود سوغ شون بارلمان كل هور جين وحاكمي كي إمارات كل هور سوغري أرمي أمني كوساب سنة وحان أكسونا يهد إن دكد بربرا أي إمارات خد ديك عيال وحان أكسونا هاي إن بدي إني لقالي أو لغا كلو ميسا هايو شركة دو واوين إيو دول دو واوين إسكاك قالي وحي دونا كقاضي هايان ما أنتنا الدين اللي يري إيست أفريكان متقالو كبيرني دالكي نوسان بيلا أوي هاي كوة جوغر أتقانان كوة جوغر مانت أتقانان وحاوي صومالي إلهي بأمغر إن شاء الله س إسبدل وقي ما دونا هدي إلهي هالي كدوغو إنت قف موادنا الصوماليات ودلكي سيدين تي سجعل دلك الأول جوغو ودفاعنا وان الدفاع دونا إن شاء الله تعالى وان لا يقول سن على قمد الصوماليات انت اسكدب دولدان كوى الشيغان ايو دالك مانت الجوغة برعادة وحي كالكتين وحقوات كالكتين دالك اني دعان و اي بوبان وحادا دولدي فرماجو اللو قهر يميت اللو بوقاي اللو قير الاميهاي وحي هيت كلية دولكي دولده يا دالكي إني قالك قتان ولكي دولدنا أي أيوغو أي بوابان ودعان دالكينا أي داد أجنبية دولة أجنبية أي كي إفسدان كلية أي هردن تنتو ذهد ودنياد يا مواد النمو يا صومال نمو كما أهين وحي آد أغيدين أفرت السنة أفرمالي جوغي قيلة لك اللي وحاسو شداي وقدارك سو ريحاي ششيها دالكان دانتا كرها أنتي فرماجة دلك الأوجوجي دنتو ذكواي أيال لونسو أديكس ذكوان ما أنت دلك قعدت كوهايا إن أي دولة داس كوري مادان أو بروباغاندو يبوق يقايلو كفران
كشر شكيمين وحي لعاي والأسنتين أول لعاي ما أنت نقف البصة ماليو أغل إيا قراش أصاحيبة ودرين ودرين يلي وأركايا دلك ماشو ما أنت كسعدو أنت يدو الجرتة أيان أدرا وحا الجرتة وحا الجرتة إن أي هادنا الدولة دي هوري أي كبير شيغان دولة دي هوري إن أي كبير شيغان بريها كم حاجة دول لقبو بايو ولو كاس وها دول دولة دو أي لهيد أو حلدي ملتريقة بنقرة أي لهيد أو سدح بقول يشري توم بوس أه أي وحي كدر سيدين دول كاري أو ده الشعب إلى هايين oo laba kun iyo shan laba kun iyo shan iyo toban boos ah oo kale iyagoo boobkaas ku jira ayaa dadkii deegaanka ee dhulkaas deganaa ay ka hor yimaadeen markii isku dhaca uu bilowday dadkuna ay diideen deegaanku ay qolyo soo qaateen ee la isku dhacay ayay waxay maamulka gobolka Banaadir iyo gruubkii حس الشيخ وعيرا دن لو كان وحاب حيي فرماجة هور أب حيو دكرتين وكب حيا الهاياهو ما دام حردي تركي صوم جزيرة لقى لسي دات كي لقى قاضي لو كاس لقى قاضي أيا دولدي فرماجو ودعوذين مركاسا فرماجو وحوصو ساري دكرتو ولي هاي الكاس اي لهيت حلدي الى مدى بنقرا هلا سيو دكاس ايضا دكريتيدي فرماجنا واحي ناه والله هايا هل انت اقوم يمسنا ما انت انا هكار اصو قرا وحي تاي هل انت اس يضا انا عديو او هلكار انك عديو انا محمد عبد الله فرماجو من حويني هوري ادلكا intii uu joogay shantii sano uu dalkan maamulayay uusan amrin fasixin ogolaanin dhul dan guud ah warkayga waa ku socolaha waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo shantii sano ee maxamed cabdullaahi farmaajo uu dalka talidiisu hayay in uusan fasixin ogolaanin bixinin dhul dan guud ah oo ay dowladda Soomaaliyeed ay lahayd ama dhulkii wasaaradaha ahaato ama dhulkii wakaaladaha ahaato ama dhulkii ciidanka u lahaa ahaato boos 13 mitir ah madaxweyne maxamed farax maxamed cabdullaahi farmaajo ay u bixiyay ma jirto mana dhicin waxaa taas u daliil ah oo aan rabo inaan ka cadeeyo allah uu naxariiste markii uu dhintay انجينير يوسف دقي هنا قبل كبرادر وحال ما قعابي دق مقال الله مقعاب من فلش وحال دعضي ان او بالله اسقب قبسي لولكا يدعوذي لولكا او بلاتي ملكي او عفيس كمدحوينو وركاس او قاري مدحوينو حصوص ساري وريكتو wuxuu ku mamnuucay in muddo gobolka Banaadir wax dhul ah oo ay bixi karaan ama dhul cusub oo sharci loo goyn karo inaysan samayn karin waqadaas wareegtada ah waa ay taal gacantan ku hayna kadib waxaa dhacday markii la arkay waa ku salaam walaashay شفاء وكو سلامي كدمنا مدحوينه مركي اي سود لواتي دورشن سود لواتي وقت دورشن لقاري اسلام مركاسنا لبلاوي ان دتك قار كود دولد دو كجري اني كفا اذا استحل لقا اسكال قورك لما مدحوينه حصول صاري لما وريكتو او كجو جرايو لولك دنت قود انا دت قار اي سنقاضر wuxuu u saaray guddi
إلى ليا دولك دنت الجودة لبناس وريكتو أو كلا دنبي أو تيب أود حيسي بيل أود حيسي أنت أسم بالحلو وحول ديدي إن لبحيو دول دن جودة أيوكو حالة المي أما دول دول الصومال إلى ذهب لبدي وريكتو يا وريكتي هوري أنا شو شايف سيدي وريكتو ويالا كو ما أنت لها يا مركا dulki xirdi bangaro maxamed abdullahi farmaajo bixiyay waxaan leeyahay ilaahay kama aadan baqila been baad sheegaysan anaga aan marqaati ka ah anaga aan og weeyntooyinkii lagu mamnuucay dhul xaaso cidina anaga gacanta ku hayna oo shacabku soo bandhigaya waqti kasta intaas waa intaas dadka أجاز دجن كل كون ما أنت الدفاع عن وحن لا يهاي كل كين الدفاع ده محمد عبد الله فرماد يقول كل كل بحي انصاص عليه أنتوا كرسي كفر اللي مع ترى ذلك عنت وكوها يه مجرت ما نجري مر هذي فشل من أو أيجو أي عبابين أو كل باب أي كجرين oo dhulka ay boobayaan ayay waxay rabaan dadka kale inay xaq xaqtaan oo ay been ka sheegan oo ay nabaan oo ay rabaan in meesha ay ayagu taageeyeen la istaago laakiin annaga joogna oo nool oo runta sheegayna intii maxamed abdullahi farmaajo uu talada dalka hayay waxaan rabaa inaan meeshan ka cadeeyo maanta أمر كيسة محمد عبد الله فرماجو وحوصو ساري إن لبحيو أو وليبا لقضو إن لقضو نون لقضو هل بوس أه وواحا كسابسا أرهن أرهن نول أه واح أرهن نول أه كسابسا محمد عبد الله فرماجو شانت السنة ويجوغي هل مر أيو مامولك قبل كبنادر وحو كعود صدي إن هل بوس لقضو halkaas boos laga gado lacagta miisaaniyadda dawladda laga gado oo loo gado agoontii uu ka tagay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Iriso kuwaas oo aan